عدة في السير أن النبي يقدم من سفر فيستقبله الحسن وعبد الله بن جعفر وابن عباس فيردفهم صلى الله عليه وسلم على دابته، ثم دعا له صلى الله عليه وسلم وقال اللهم بارك له في صفقته. دعا صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله وقال اللهم بارك له في صفقته. ولهذا أضحى عبد الله بعد ذلك ثريا وجوادا من أجواد العرب والمسلمين المشاهير، حتى قال بعض من ترجم له كالذهبي في الأعلام أنه كان جواد المسلمين في وقته، أي لا يكاد أن يرقى أحد إلى جود عبد الله بن جعفر لما كبر في زمانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دخلت أسماء بنت عميس زوجة عبد الله بن جعفر وشكت ما أصابها من مقتل جعفر وأن أبناءها أضحوا يتامى، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الخبر الصحيح أألفقر تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. وهذا يظهر بجلاء أن عاطفة ما كانت مجتمعة في قلبه صلى الله عليه وسلم نحو جعفر ابن عمه، ولهذا قبله بين عينيه يوم أن قدم في أيام خيبر وقال لا أدري بأيهما أسر، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. لكن تلك العاطفة صدمت بأن جعفر استشهد، فبدهي جدا أن تنصرف تلك العاطفة النبوية إلى ألصق الناس بجعفر، فكانت من حظ أبناء جعفر محمد وعبد الله وإخوانهما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأسماء أمهم أألفقر تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما دخل عليهم قال أين أبناء أخي، فضمهم إليه صلوات الله وسلامه عليه. أسماء بنت عميس تزوجت بعد هذا استطراد تاريخي، تزوجت بعد جعفر أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أو قل تزوجها بعد جعفر أبو بكر، فولدت له محمد بن أبي بكر وهي في ذو الحليفة في حجة الوداع، ثم نشأ محمد هذا، ثم مات أبو بكر بعد سنتين وبضعة أشهر من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها أي أسماء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إذن أين نشأ محمد بن أبي بكر؟ نشأ في رعاية علي بن أبي طالب، لأن عليا تزوج أسماء هذه بعد أبي بكر، فنشأ محمد في كنف علي بن أبي طالب، فكان بدهيا أن يكون مع علي في حروبه في صفين والجمل. الذي نقصده هنا هذا الاستطراد التاريخي أن نتحدث عن أسماء بنت عميس. نعود الآن إلى الأمراء الثلاثة رضوان الله تعالى عليهم. هؤلاء الأخيار ماتوا شهداء ولم يموتوا شهداء في المدينة، لكن مناشدة الجنة أو قل الرغبة في دخول الجنة والذود عن حياض الإسلام والسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم يفارقون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل كيف أن جعفر كان لتوه في العام السابع قد قدم إلى المدينة ولم يمكث في المدينة إلا عاما أو أقل، وقل ربما يزيد قليلا، إلا ويخطو للجهاد وهو لتوه عائد من الحبشة. وقد جاء في الأثر إذا كتب الله منية عبد في أرض جعل له حاجة إليها، لكن شتى من تكون حاجته دنيوية ومن تكون حاجته أخروية. فأخرج جعفرا من المدينة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه للجهاد، فاستشهد رضي الله عنه وأرضاه في أرض مؤتة من أرض الشام مع زيد وعبد الله بن رواحة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هؤلاء كلهم أظهر في يوم مؤتة ما يدل على شجاعته، فنقل عن جعفر أنه عقر فرسه حتى لا يحدث نفسه بالرجوع، وعبد الله بن رواحة ينشد شعرا ورجزا حتى يبقى صامدا، وهكذا نقل بعض الشيء عن زيد بن ثابت. ثم انظر إلى تعقل الصحابة رضي الله عنهم لما
مات واستشهد من نص النبي على إمرتهم، لم يقولوا لا يجوز لنا أن نضع أميرا، تعاملوا مع الواقع. كيف تعاملهم مع الواقع؟ أخذ الراية رجل منهم وقال نصبوا عليكم أمير، فقالوا هي لك، قال لا أحسنها. فلما علموا أن خالد بن الوليد معهم أعطوها خالد، مع أن خالدا لم يكن أسبقهم إسلاما، لكن المسألة الآن مسألة عسكرية ليست مسألة تقدم في قضية السبق وحفظ القرآن وأقدم إسلاما. نحن نعالج موقعا موقفا صبغته صبغة عسكرية، وخالد وإن كان حديث عهد بإسلام لتأخر إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، لكن أحدا من الجيش لا يغفل قدرة خالد على القيادة العسكرية. فخالد كان رأسا في الشرك عسكريا، وكان أحد أسباب انتصار المشركين يوم أحد، وهذا أمر يعرفه القاصي والداني ممن كان حاضرا في الجيش. فالصبغة العسكرية هي التي تفرض من يكون الأمير، فسلموها لخالد فكان لهم ما يريدون. قاتل رضي الله عنه وأرضاه ووضع لهم ما يعينهم على أن يفيئوا إلى فئة، أن ينحازوا إلى فئة هي فئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد الجيش إلى المدينة، يتقدمهم خالد، فالصبيان ومن لا علم لهم يقولون فرار فرار، يعيرون خالدا وأصحابه لأنهم فروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل كرار، وأنهم حازوا إلى فئتهم. ومن هنا تعلم أن القائد المحنك العاقل الحصيف من يحافظ على أكبر عدد من جيشه ولا يغامر بهم في ساحات الوغى، كما صنع هذا المبارك خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في ذلك اليوم سمى النبي صلى الله عليه وسلم خالدا بقوله في رواية أخرى فأخذ الراية سيف من سيوف الله، فعرف خالد بأنه سيف الله المسلول. وقد قيل في زماننا هذا، وإن كان القائل لا كرامة له، لكن المقصود القول والمعنى. وقد قلنا من قبل إن الحق إن المسلم يدور مع الحق حيث دار، وقبر خالد في حمص نلامسه، فيرجف القبر من زواره غضبا، يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره، فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا، فرب حي تراب القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصب. هذه استطرادات تاريخية وفوائد اجتماعية وعقدية وفقهية نهناها من موضوع الأمراء الثلاثة الذي يعنى بالمقام الأول بخبر زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة شهداء مؤتة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، والحمد لله.